الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. غنتكلموا فيها اليوم على الحياة الزوجية، غنتكلموا بالضبط على الأزواج اللي كيتشكاو من زوجات اللي تقارنوهم بالآباء ديالهم. زوجة في بعض الأحيان كتمشي البيت الزوجية وكتنتظر من الزوج أن يتعامل معها كيف ما كيتعامل معها الأب ديالها، وهذه مسألة تزعج. وطبعا غنتكلموا على هذا الموضوع مع دكتورة أمال شباش. صباح الخير دكتورة أمال. صباح النور عزيزة. هذه المسألة ديال بزاف ديال الأزواج تيقول لك فوالا أنا مراتي كتقارني باها، مراتي كتبغيني نعاملها كيف ما باها كيعاملها، نفششها بحال باها. مساله تزعج كثيرا ياك الازواج. نعم. شنو تيخلي المراه تتنتظر من الزوج ديالها تعامل بحال التعامل ديال الاب ديالها؟ يعني اولا كل بنت يعني في العالم يعني الانسان المثالي عندها والرجل المثالي عندها هو الاب ديالها، واول حب في حياتها، اول البنت. حب في حياتها. نعم. دونك هي يعني كتبغي يعني الداخل ديالها يعني انسان يعني زوجها اللي بين قوسين يكون بحال باها، اللي غيفششها بحال باها، اللي غيبغيها بحال باها. وهذا الشيء ما يمكنش اولا حيت كل واحد والدور ديالو. يعني الاب عنده الدور ديالو مهم، اللي هو الدور ديال الاب اللي غيربي بنته. نعم. اللي غيعطيها الحب، اللي غيقرب ليها، اللي غيكون فخور بها. والدور ديال الزوج دور حتى هو بوحده، والزوج حتى هو عنده المكانه ديالو، وحتى هو غيقدر يعطي داك الشيء اللي عنده. يعني كيوليو عندهم علاقه بين جوج الناس. نعم. واعين وناضجين. ماشي هي غتقلب اما على الاب اللي كانت كتحمق عليه باغا تشوفوه في الزوج ديالها. نعم. وبعد السيدات اللي ما كانش عندها الاب. نعم. ولا كان عندها فراغ في العلاقه ديال الاب ديالها. ومحتاجه للحب ديال الاب ديالها، وكتنتظر بان الزوج ديالها هو اللي غيعمر لها ديك الفراغ. نعم. وهذا الشيء ما يمكنش. نعم. هاد الازواج اللي كيطيحوا في هذا المشكل هذا. نعم. شنو يعني التبعات ديال ان الزوجه عندها هاد الانتظارات من الزوج ديالها، كتنتظر منه يعاملها بحال كما كان الاب ديالها كيعاملها، او لا كتسنى. نعم. انه يعمر لها الفراغ اللي خلاه الاب. نعم. شنو كيخلق في العلاقه الزوجيه خصوصا وحتى في العلاقه الحميمه؟ يعني اولا عزيزه الاحساس ديال هذا الزوج باش غيحس، يعني فين كيشوف اي حاجه كيديرها، اما كتقارنوا بباها كتقول لها وبا كان كيدير لي، با دار لي، با عنده، انت ما عندكش با هذا. يعني هو غيحس براسو بانه بين قوسين ما مهمش في حياه الزوجه ديالو. غيحس بان الاب هو اللي حاضر ماشي هو، غيحس بواحد النقص، غيحس بان الزوجه ديالو ما كتبغيهش، بانها دايره الانتظارات كبيره، بانها يعني ما قابلهش بالعربيه، ما يحسش بالحب ديالو ديالها اللي هوايا. شنو غيوقع؟ غيولي يبعد منها، غيولي يمكن يتعصب، غيولي يمكن يكتئب، غيولي المهم غيكون تباعد بيناتهم. نعم. حيت الداخل ديالو غيلومها، علاش ما كتبغينيش كيف ما انا كنبغيك انت كزوجه، حتى انا زوجتي انا عندي حوايج ديالي، اللي عندي حوايج اللي هي قويه في العلاقه ديالي معاك، وكاين حوايج اللي هي ضعيفه. نعم. دونك فيك يعني التاثير. انا بحال قلت لك العصبيه. نعم. المصادعه، المدابزه. وفي العلاقه الحميمه يعني ما كتخلقش حواجز هكذا ما بين الزوج منها؟ غيبعد منها، حيت اي حاجه اي ازواج ما كيتواصلوش بالكلام راه في العلاقه الحميمه ما يتواصلوش. نعم. غيكون هناك واحد التباعد. دونك الزوجات اللي كيشوفونا اليوم يعني الاب على الراس والعين، هذاك مكانه ديالو بوحده. نعم. راه ما كاينش اللي يقدر يعمرها، مي هو بوحده. والزوج ديالها خصها تتعلم كيفاش تبني واحد العلاقه مبنيه على التواصل. نعم. مبنيه على الاحترام ديالو ككائن، كزوج، كإنسان مختلف بذاتها، مختلف ما عشتش معاه مثلا، يلاه كتكتشفوا خلال الحياه الزوجيه. وفي الكلام نحضيو فمنا، باسكو الا بدينا نقارنوا راه الزوج غيبقى فيه الحال، راه كلمه واحده كتجرح. نعم. كيف ما الزوجه ما كتبغيش مقارنه. اكزاكتومون. ياك. غادي ناخذوا الان مكالمه من عند هدى اللي كتصل بنا مدينه الجديده. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هدى مرحبا بك. بارك الله فيك عزيزه. سلام دكتوره امال. اهلا، لاباس هدى؟ تفضلي بسؤال هدى. انا متضرره بزاف من هذا المشكل اللي عند الموضوع اللي طرأته لي اليوم. نعم. انا كنقارن الزوج ديالي بزاف بالاب ديالي. من اش من ناحيه هدى؟ انا تزوجت في واحد لاج ديال 17 عام، وكانت عندي واحد العلاقه وطيده مع الاب ديالي بزاف. هو اللي رباني تقريبا، الكل كان تيديني تيجيبني، يعني واحد العلاقه بزاف فيزيونيل. نعم. الوقت اللي تزوجت وليت اي تصرف كيديروا راجلي كنقول لهم ماشي بحال بابا، بابا كان كيدير لي هكا، بابا كان كيتعامل معايا هكا. ربما كيتدي غير في ايدي كنقول يدك بحال ديال بابا. نعم.
نعم. المهم ابسط حاجه، ابسط حاجه هو ما كيتقبلش. الزوج ديالك ما كيتقبلش هذه المساله ياك؟ ما كيتقبلهاش، كيقول لي باباك صافي مشى. ما انا دابا بحال باباك ولكن ماشي خصكش تقارنيني به. المهم هو ما كيتقبلش انا نقول انت بحال بابا. نعم. الوغ هدى، انت شنو كتنتظري من الزوج ديالك اللي يعني علاش كتقارنيه بالاب ديالك؟ راه انا بغيت منه يزيدني شويه ديال الحنان بحال اللي كانت تعطيه ليا بابا. نعم. ناقصه شويه من الحنان. المهم بحال واحد دابا الوالد بعيد مني، انا في المدينه هو في المدينه، ما كنشوفوش بزاف. ما نعم نعم كنحس بواحد الفراغ من جهه الاب ديالك. كنتمنى ان الزوج ديالي غيعوض ليا الفراغ ديال الاب ولكن ما تعوضش. نعم. الوغ دكتوره امل، شنو رايك في كنشكر هدى لو كا ديال هدى سان كا كونكري؟ وي هدى مازال معنا، غادي تسمعي الاجابه ديال الدكتوره امال شباش. دونك هدى كتنتظر الحنان من الزوج ديالها، الحنان بحال ديال الاب، واش من حقها انها تنتظر بحال هذه الاشياء من الزوج؟ يعني شنقول لك، احتياج ديال هو احتياج عادي، ولكن ماشي الزوج اللي غيعطي لها هذا الحنان. يعني الاب ديالها مازال حاضر، عندها الزهر، كنقول لك عندها الزهر، بس كاين اللي توفى لها الاب ديالها، هذاك الحب ما بقاش غيرجع. دونك تعيط لباها، تسقسيه، تسول عليه، تعيط ليه، دابا التليفون ولا رخيص، نعيط ليه بالسوايع. ديك الحب، كاين انسان واحد اللي يقدر يعمره هو باها. وفين ما كيبقاش الاب، ديك البلاصه خصنا نديرو ان دوي، خصنا نتقبلوا بان ديك الحب اللي كان الاب كيعطيه لنا ما بقاش انسان اخر غيعطيه لنا، ولكن غيكون نوع اخر ديال الحب اللي الزوج غيقدر يعطيه لنا. حيت لكان كان الزوج غنشوفه في النظره ديال الاب، يعني الا شفنا الاب ديالنا في الزوج راه بعدا غيكون تاثير في العلاقه الحميميه بحال اللي قلتي قبيله. حيت ما غتكونش هناك رغبه، حيت غنشوفوا لو ساكري، غنشوفوا فيه واحد الصوره ديال ديال ديال, ديال صورة قدسية ديال الأب. نعم. ما تصلحش ما بين الأزواج. ودائما السيدات اللي أنا فاهماهم وحاسة بهم، ولكن هذا الاحتياج كاين إنسان واحد اللي غيقدر يعمره هو الأب. نعم. وفين ما كيبقاش ماشي كاينش إنسان آخر اللي يقدر يعمره، ولكن مع الزوج غيقدر يعطي واحد النوع آخر ديال الحب. هي ديال الزوج للزوجة ديالو. نعم. نعطيك بحال دابا نسول السيدات والزوجات اللي كيشوفونا دابا، واش يبغيو ويتقبلوا بان الزوج ديالهم يقارنهم بالام ديالو؟ ما يبغيوش. حتى واحد ما غيقبل. دايوغ حتى هذا مشكل، باسكو بزاف ديال الازواج الرجال كيقارنوا الزوجه ديالهم بالام ديالهم، وهذا غلط كبير باسكو كيجرحوا الزوجات ديالهم. خايف طيب تيقول لها ما كطيبيش بحال الوالده. ما يمكنش طيب بحال الوالده، وما يمكنش حتى واحد كل واحد عنده مزيان ما طيبش بحال الوالده، باش كل وحده تبقى عندها المقام طيبه هي. نعم. نشوف عندنا نعم. مكالمه ثانيه. الوغ معنا السيده فاطمه من مدينه تازه. الو. الو السلام عليكم. السلام الله. لالا فاطمه. السلام عليكم دكتوره. اهلا اهلا. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا بك لالا. مرحبا. كنستافدوا بزاف مدرسه في الحقيقه. الله يبارك فيك لالا. تفضلي السؤال. بغيت نهضر انا في السؤال، ان كيفاش المراه تقادر الاحساس ديالها مع الوالد والاحساس مع الزوج. كيف نصيحه زعما لكل يعني كل راجل اللي يبغي يتزوج مراته يشوفها كيفاش دايره داخل دارهم مع الاب ديالها. كيفاش علاقتها مع باها. نعم. ويقدر يستمر بذاك العلاقه باش هو يعيش مرتاح. هذا رايك انت لاله فاطمه ياك؟ تيبان لك انا رايي. نعم. لان الاحساسات عطاهم من ربي كثارين. نعم. احساس مع الزوج ماشي هو الاحساس مع الاب. نعم فعلا. كنعيشوا المرحله الاولى مع الاب، واحد المرحله يمكن من 20 عام الفوق. كتاخذي بزاف الحاجات، الحنان، الطيبوبه، ولكن بزاف الحاجات. دونك انت كتقترحي ان الزوج باش يتزوج بواحد البنت يشوفها كيفاش دايره مع الاب ديالها. مني ما تيكونش عندها الاب، الا ما كانش عندها الاب راه كاينين حالات كثار ديال البنات اللي كبروا بلا اب. الا ما كانش عندها الاب راه هو يمثل كل شيء في بلاصه الاب. ياك. مره يلعب ادوار. هذا الاقتراح ديالي. تنشكرك بزاف لاله فاطمه. نعم. واش عندك شي تجربه، شفتي شي تجربه بحال هكذا اللي بانت لك نجحات، بانه الزوج شاف مثلا البنت كيفاش عايشه مع باها وعاد تعامل معاها، ولا غير كتكلمي هكذا؟ لا كنشوف بحال دابا مثلا البنت عايشه مثلا ما
كبرت بزاف، كبره بالحوار، كبره بالتفاهم، كبره بها كيقول لها عندي فيك انت حساب رجال مثلا هذه الجمله. ومنين منين تجي لدارها الراجل كيعيش على حساب خواتها تمه، كيبغيها تعيش تقليديه وهي عايشه حره. نعم هنا فين كتخلق المشكل، هنا فين كتخلق المشكل. ما غتعطيش لدارها. الوغ لاله فاطمه طرحت الاسبوع على يعني كلامها كان اكبر من الموضوع ديالنا ربما. هي تكلمت على مساله التربيه، كيفاش البنت تكون مربيه في البيت ديالها، والزوج ملي كتمشي لبيت الزوجيه كيفاش كتعيش كذلك العلاقه ديالها مع الزوج ديالها، يعني ماشي فقط العلاقه مع الاب. مادام تكلمات على كيفاش الاب اللي تيحاور بنته. مي دكتوره امال، يعني نصيحه عامه هكا خصوصا الناس اللي هما مقبلين على الزواج، انتظارات الزوجة من ذاك الزوج وانتظارات الزوج من الزوجة، يعني لمشيت في طريق الجواب لفاطمة والسؤال ديالك. فاطمة كان عندها رأي، رأي يعني أكثر من ولكن هو. أكثر هذا الرأي يعني أنا بغيت نعاقب عليه، حيت علاش؟ حيت أي بنت مع علاقة مع الأب ديالها اللي كانت علاقة اللي هي ربحت ربح هذاك ربح سيتان غان. نعم. يعني ديك العلاقه فيك تكون متوازنه وكيكون حب من عند الاب ديالها ليها، وكيفاش كيثق فيها وهي كينمي فيها واحد الثقه في نفسها، وكيفاش كتكون مع علاقتها مع الاخرين، هذاك رباح. ما يمكنش تطلب من الزوج ديالها يتعامل بنفس الحاله، ما يمكنش. نعم. ولكن ديك العلاقه عطاتها واحد القوه باش تقدر تبني علاقه مع الزوج ديالها اللي هي مبنيه على نفس النطاق. نعم. ولكن هي اللي غدير هذا المجهود مع الزوج ديالها، باسكو هو ما يمكنش يتعلم من الاب ديالها. نعم. حيت هو راجل والاخر راجل. بحال الزوج مع الام ديالو في كتكون واحد العلاقه كيربح منها شي حوايج. نعم. اللي غتقدر تعلمو كيفاش يتواصل مع الزوجه ديالو. نعم. دونك دائما ناخذوها ربح. نعم. مما ناخذوهاش اون كونتينيتي. نعم. ما يمكنش داك الشيء اللي عشنا في الصغر نكملوه مع الزوج ولا الزوجه، سي امبوسيبل. ولكن سي ان غان. نعم. ربح كل واحد في بلاصتو، يعني العلاقه مع الاب هي علاقه مع الاب، العلاقه مع الزوج علاقه مع الزوج مختلفه. نعم. ولكن كنربحوا منها. كنربحوا منها واحد القوه، واحد الثقه في النفس، واحد العلاقه كيفاش كنبنيوها مع الاخرين. نعم. والتعامل مع الجنس الاخر ولكن ما نطلبوش بان الجنس الاخر غيدير نفس الحاجه، ما يمكنش. نعم. ولكن حنا غتعطينا واحد القوه باش نفرضوا ذاتنا في حياتنا. تري بيان، وغادي نكملوا هذا الموضوع هذا مازال في العشيه دكتوره امال شباش. مشاهدينا يمكن لكم تلتحقوا بنا على امواج راديو دوزام من 2 حتى ل4، يمكن لكم كذلك تابعونا عبر الانترنت الى بغيتوا تستمعوا لراديو دوزام وكنتوا مثلا في الخدمه ولا شي حاجه. دونك www.radiodozam.ma وغتمشيو للبرنامج كيف الحال، تابعونا سواء مباشره او تعاودوا تسمعوا الحلقه من الحلقات. تنشكركم وغادي نتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه. الى اللقاء.